نروح لبنات مصر اللي دايما مشرفين بلدهم أفضل التشريف في كل يعني المحافل الدولية والمسابقات العالمية. من فترة كده سمعنا عن فيلم وثائقي اسمه الحباسة. الفيلم ده قصته عن سيدة من الأرياف عندها 54 سنة من محافظة كفر الشيخ، وظيفتها الصيد، بس الصيد هنا مش بالصنارة، الصيد بيكون بالإيد. قصة استثنائية لنموذج، هو نموذج مشرف من سيدات مصر المكافحات، وثقتها المخرجة ديانا المر، اللي كان ليا شرف إن أنا أشوف الفيلم الخاص بديانا، وفازت بالفيلم ده على جائزة أفضل فيلم للطلبة في مهرجان ومن أوفر 50 السينمائي بالمملكة المتحدة. معنا دلوقتي دانيا. صباح الخير. صباح النور. طيب دانيا، عاوزين نعرف اللي خلاكي تسمي الفيلم باسم الحباسة وتفاصيله. أنا مش عاوز أنا أحرقها، يمكن أنا كان ليا حظ إن أنا أشوف الفيلم، بس عرفي المشاهدين بقى تفاصيل الفيلم إيه. أوكي، هو الفيلم أنا سميته الحباسة عشان دي الحاجة اللي أم السيد أو وفاء غريب السلمون اللي هي بطلة الفيلم نعم بتحط فيها السمك. هو ده حاجة هي عملتها، معناها جاي ان هي بتحبس السمك، فهي مسميها الحباسه. دي بتكون حاجه من حديد ملفوف عليها خيط او زي حبل في ازايز فاضيه علشان يقدر يطفو فوق الميه. الفيلم قصتك وتصويرك واخراجك. وان مان كرو. نعم. كل حاجه. طيب ايه اللي لفت نظرك للقصه دي وازاي لقيتيها يعني او جبتيها؟ اوكي، هو اللي لفت نظري للقصه دي ان انا كنت سامعه ان في سيدات في مصر بيصطادوا بايديهم، بس ما كنتش اعرف اي حاجه زياده عن الموضوع. طيب ده. طيب دانيا، انا حابه اعرف منك الباك جراوند بتاعتك. انت اصلا خريجه ايه؟ اوكي، انا خريجه ماس كوميونيكيشن من الامريكان يونيفرستي اوف شارجه، وعملت الماسترز بتاعتي في تلفزيون اند ديجيتال جورناليزم في اي سي. انت خريجه صحافه اكتر واعلام. صحافه رقميه واعلام. ايه اللي خلاكي عايزه تدخلي في حته الاخراج والافلام عامه؟ ما هو ده بارت من الاعلام، عشان انا ماي دوكيومنتريز مش دراما او كده. فيهم ذا جورنالستيك اسبكت، يعني فيهم العامل الصحافي. يعني انا الدوكيومنتريز بتاعتي بيحكوا او بيصوروا واقع لناس ممكن ناس كتير ما تعرفش عنه. طب انت كنتي في جورجيا وصورتي الفيلم فين؟ درستي في جورجيا ده مش يعني؟ جورجيا، ده في كفر الشيخ. انا فاهمه، انت كنتي بتدرسي في جورجيا ورحتي كفر الشيخ تصوري الفيلم، صح؟ لا، انا كنت بدرس هنا في اي سي في القاهره، وبارت من الماسترز بتاعتي ان احنا نعمل الافلام الوثائقيه دي اللي هي شورت دوكيومنتري، وده كان واحد من مشاريع تخرجي. طيب انت رحتي كفر الشيخ وقابلتي يمكن نموذج من السيدات المصريات اللي هم في الحقيقه انا بسميهم بطلات، فاحكي لنا بقى قصه الحاجه وفاء غريب وهي بطله أوكي الفيلم. هو قصة حاجة وفاء غريب إن هي من ساعة ما كبرت أو من ساعة ما بدأت ينفع تشتغل وهي بتشتغل الشغلانة دي، بتشتغلها كانت مع مامتها ومع خالتها ومع أهلها، اشتغلتها علشان تقدر تعيش عائلتها. جوزها سابها، عندها عيال مش عارفة تصرف عليهم إزاي، فلجأت إن هي تصطاد بإيديها، علشان في المنطقة عندهم، ده اللي فهمته منها، الناس الرجالة هم اللي بيصطادوا وبيصطادوا بالصنارة، وبالعكس كمان دول بيضايقوهم وبيقولوا لهم إنه يعني ده معناه إنه دي شغلانتنا إحنا أو ده رزقنا إحنا، فبيقعدوا يضايقوهم إن أنتوا مالكوش إن أنتوا تصطادوا، دي ما تجوش علينا يعني. فهي لجأت إن هي تنزل تصطاد بإيديها، ما عندهاش أدوات، ما عندهاش معدات، فعملت الحباسة دي من أزايز ومن حديد ومن حبل. فجت من هنا، مسمينها هم عندهم في كفر الشيخ صياده الطبشه. نعم. ازاي يعني ايه صياده الطبشه؟ يعني ان هم بيقعدوا يطبشوا على الميه او ان هم لحد ما يلاقوا السمك يعني او طبيش، وعشان يحسوا بالسمكه وياخدوه يحطوه في الحباسه. طيب دانيا، يمكن دي مش الجائزة الأولى، وفي وقت من الأوقات ومع بداية جائحة كورونا وقفت حائل ما بينك وما بين يعني جوائز كتيرة حصل عليها الفيلم. كلمينا على الجوائز اللي حصدها الفيلم. الفيلم ده برضو أخذ أفضل مشروع تخرج تبع المجلس القومي للمرأة. نعم. في سنة 2020، ودي في UK أخذ 3 جوائز، بس هم دول اللي أخذوا. دي الثلاث يعني 3 جوائز مش قليلين برضو يا دانيا. الحمد لله. طيب إيه خططك بقى المستقبلية؟
خططي المستقبلية ان انا عايزة اعمل دوكيومنتريز تاني بجنب ان انا شغالة في الجامعة معيدة وان شاء الله ابقى بروفيسور. ان شاء الله. طب انت حابه فكره يمكن السيدات المصريات وما يقدموه من يمكن بطولات، انا شايفه ان هم يعني حد زيها هو في الحقيقه مش ناس كثيره تعرف تعمل ده، وحتى ان هي تتحدى كمان فكره ان دي شغلانه الرجاله بس هم اللي بيعملوها، وزي ما انت قلتي يمكن بيمارسوا نوع من الضغوطات النفسيه عليهم يعني. هو انا ما فهمتش سؤالك قوي، انا فهمت انه يعني انت حابه تكملي قصص عن البطولات للسيدات طبعاً. المصريات طبعا 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 هكون حابه اني اوصل لحتى لو نسبه صغيره من المشاهدين قصص ووقائع احنا ما كناش بنسمع عنها، يعني ده واقع حصل فانا محتاجه انه اعمل ده. شكرا ليكي يا دانيا، كل الشكر ليكي، بنتمنى لك مزيد من التوفيق في اللي جاي، واكيد الفيلم ده حقق جوائز مهمه جدا، وحابين نشوف نماذج اخرى لسيدات مصريات يعني بيقوموا باعمال مختلفه، مكافحات فعلا.